اعتمد تنظيم داعش على سياسة الهجمات المتزامنة ردا على الخسائر الأخيرة التي تكبدها في الميدان وتسببت بقطع بعض الطرق الرئيسة لنقل التموين والسلاح إلى مناطق نفوذه. ليلة الأربعاء الخميس شن التنظيم هجومين في كوباني وفي الحسكة لدخولهما بعد خسارة تل أبيض الكبيرة التي قطعت طريق الإمداد نحو الرقة. كوباني التي سبق أن دخلها التنظيم في السابق قبل أن يطرده منها الأكراد نفذ فيها داعش تفجيرا انتحاريا عند منطقة المعبر التي تربط عين العرب بتركيا قبل اندلاع الاشتباكات وعودة التنظيم إلى المدينة. الشبهات في البداية حامت حول تركيا وقد اتهمها الأكراد بأنها من سهل دخول المتطرفين عبر أراضيها إلى كوباني ثالث أكبر مدينة كردية في سوريا. تركيا ردت بحزم على هذه المعلومات ونفت أن تكون ساهمت في دخول المسلحين عبر أراضيها وأكدت أن الهجوم على كوباني حصل من بلدة جرابلس إلى الغرب من المدينة الكردية بعد السيطرة على أحياء من عين العرب التي خسرها التنظيم إضافة إلى 50 قرية وبلدة في الريف الشمالي للرقة لمصلحة الأكراد المدعومين بقصف التحالف الغربي. أقدم التنظيم المتطرف على إعدام أكثر من 20 كرديا في بلدة جنوب كوباني. أما في الحسكة فقد دخل المتطرفون المدينة وسيطروا على 2 من الأحياء فيها موقعين أكثر من 30 قتيلا في صفوف القوات النظامية في اشتباكات عنيفة. الهجوم بدأ بتفجير سيارة مفخخة على الأقل بالقرب من حاجز لقوات النظام عند المدخل علما أن الحسكة تتقاسم السيطرة عليها القوات النظامية ووحدات حماية الشعب الكردية. وفي الجنوب معارك من توقيع الفصائل الإسلامية وجبهة النصرة حيث شن المعارضون هجوما على أحياء النظام في المدينة وهي قليلة نسبة لسيطرة المعارضة على أجزاء كبيرة من المحافظة.